معانا حالة إصابة نخاع شوكي، احنا يعني صعبنا عليه وهنبدأ نمشيه لوحده. دي أول خطواته، هو بيمشي لوحده إصابة نخاع شوكي. صعبنا عليه في الجلسات ولأول مرة بيمشي لوحده. براحتك خالص، براحتك خالص، احنا بنوريكم خطوات العلاج بتاعتنا. شايفين يا جماعة كده احنا ايه، بدأنا أول حاجة يمشي لوحده. ما شاء الله ما شاء الله، برافو. إصابة نخاع شوكي، علاج مكثف 6 ساعات يوميا. يعني احنا بنقول 6 طبعا، بس العيانين بيقعدوا معانا اكتر من 6 ساعات بكتير. وعملنا له، كان عنده تيبس شديد قوي في عضلات رجليه. ما تخافش، براحتك خالص، براحتك خالص. كان في تيبس جامد جدا في عضلات القدم، فكان بيتعمل له سقوط قدم، عدلناها وعملنا لها حقن ايوني لتيبس العضلات. ده جهاز امريكي بيحط فيه دواء بيشيل التيبسات. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله بدأنا كمان نستغنى عن المشاية. احنا المفروض كنا نعمل عصاية واحدة او كده، بس احنا قلنا نوريكم ان هو يعني يقدر يمشي لوحده بسندة خفيفة. فكرة النهاردة اول يوم نمشيه لوحده، بس حبينا ان احنا نشارككم زي ما احنا معودينكم، نشارككم كل لحظات النجاح بتاعتنا مع الحالات. يا بطل يا بطل. يلا نلف بقى ونرجع، ندخل العيادة. اصابه نخاع شوكي يا جماعه، شايفين نقدر نوصل لايه؟ اصابات النخاع الشوكي، بس يكون المريض يبقى عنده اراده اولا واخيرا بعد فضل ربنا طبعا، وان هو يتوجه للمكان الصح والعلاج الصح اللي هو متخصص في علاج حالته. يعني احنا هنا زي ما انتم عارفين متخصصين في علاج حالات المخ والاعصاب، فده بيفرق في النتائج وفي الوقت كمان. طبعا احنا في وقت قليل جدا قدرنا نوصل لكده. العيان بصراحة يعني كمان شجعنا، وكان يعني هو كمان عايز يوصل لنتيجة كويسة. خلي بالك بقى يا محمد، عشان ايه اخر حتة بقى في الفيديو، اخر حتة في الفيديو انا هسيب خالص. ماشي؟ خطوة بقى احنا الاثنين هنسيب، خطوة واحدة خالص. والله بس حمل كويس، حمل كويس، حمل كويس. ها؟ ها؟ واحدة كمان احنا جنبك، ما تخافش. وتمام قوي قوي، وبرافو برافو برافو لعم محمد. شكرا.